اليوم راه بجو خاص مفعم بنقل الرفات لسبعة شهداء، سبعة شهداء الذين تم اغتيالهم بطريقة جبانة ببرود الدم من طرف الجيش الفرنسي. هم سبعة شهداء، يتعلق الأمر ببالبشير ميمون ونجله سعيد، كذلك بن محمد مسعود، معنان بن حموم، وبن حدوق الدور، بالإضافة إلى شهيدين مجهولي الهوية. مازال البحث جاري في قضيتهما للتعريف بهما. عملية تمت في 15 فبراير 1962 أي على مشارف عيد النصر، وكانت عندها علاقة بعمل ثوري ضد جماعة لوايس التي كانت عاثت فسادا هنا في منطقة وهران.